صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. وصح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو في صلاة الليل: رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا أواها منيبا. ولهذا فإن هديه صلى الله عليه وآله وسلم كان الخشوع والخضوع والإنابة أثناء أداء الصلاة، أمورا تحقق الخشوع في الصلاة، فأعظمها معرفة الله تبارك وتعالى. لا بد أن نعرف أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. نتعرف على أسمائه جل وعلا، نتعرف على صفاته تبارك وتعالى، فإذا ما أحسن ذلك الأمر فيورثنا الحياء الذي يجعلنا نتصاغر أمام الله تبارك وتعالى ونخبت في أداء الصلاة، نستحضر عظمة الله تبارك وتعالى ونراقبه جل وعلا. هذا هو الإحسان الذي عناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله فيما صح عنه: صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. أيضا مما يعين على الخشوع في الصلاة الإقلاع عن الذنوب والمعاصي، فصاحب المعصية محروم من الخشوع، لأن المعاصي سد منيع يقف أمام الخشوع في الصلاة. يقول جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لن تجد الخشوع وأنت تبارز الله تبارك وتعالى بالمعاصي، وما عند الله لا ينال بمعصية الله. أيضا مما يعيننا على الخشوع في الصلاة الإكثار من الصالحات، أعظمها ملازمة تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن تلاوة الكتاب العزيز ملينة للقلب. وصح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، يلين قلبك وتدرك حاجتك، فيكون ليناً خاشعاً أثناء أداء الصلاة.